السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان رسمي من معهد الفلك بالمواعيد الصلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر. أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بعد غدا السبت في محافظات ومدن مصر. وتقام صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينتي القاهرة والجيزة في تمام الساعة 5:26 بالتوقيت المحلي. وقال المعهد في بيان اليوم إن سكان مدينتي طابة والعريش أول من يؤدي صلاة العيد في الساعة 5:13، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدي سكانها صلاة العيد في الساعة 5:47. وأشار إلى أن صلاة عيد الأضحى المبارك سيحين موعدها في الأسكندرية وبني سويف في الساعة 5:28 وبورسعيد وشرم الشيخ في 5:19 والسويس وحلايب في 5:21. أوضح أن سكان الطور والإسماعيلية ودمياط سيؤدون الصلاة في الساعة 5:20 وسانت كاترين في 5:18 ودمنهور في 5:27 وطنطا وبنها وكفر الشيخ في 5:25 والمنصورة وشلاتين في 5:23 والزقازيق في 5:24 وشبين الكوم في 5:26. وأضاف إن صلاة عيد الأضحى ستكون في الفيوم وقنا في 5:29 والمنيا وسوهاج وأسوان في 5:32 وأسيوط في 5:33 وقنا في 5:29 وأبو سمبل في 5:41 مرسى مطروح في 5:39 والغردقة في 5:22 والخارجة 5:40 والنويبع في 5:15. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم يا رب، تتبسطوا وتعيدوا وتبقوا مبسوطين بإذن الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.